السلام عليكم ورحمة الله. الثلاثاء 22 فبراير عام 2022، سيبقى هذا اليوم طويلا في ذاكرة الغرب، ففيه انتهى الأمل بهيكل أوروبي موحد. هكذا علق الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولفانغ إيشينغر على اعتراف موسكو بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك، جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا ودخول قوات روسية إليهما. حقبة جديدة وخطيرة تستهلها أوروبا مع فجر هذا اليوم الذي لم يعد فيه وقت للتساهل الألماني حيال روسيا وفق الاتهامات التي طالتها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. ويبدو أن الإنذار الذي وجهه المستشار الألماني لموسكو بدأ يسلك طريقه في سوق المصلحة الأوروبية بالإعلان عن تعليق المصادقة على مشروع خط نقل الغاز الروسي لأوروبا نورد ستريم 2، مع تجهيز قائمة طويلة من العقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية الروسية. لكن العقوبات ستنال هذه المرة من مصالح أوروبا نفسها، في ظل اعتمادها على نحو 40% من النفط والغاز الروسي، وفي وقت يوشك فيه رصيد الحياد الصيني على النفاذ بالاصطفاف إلى جانب روسيا لخدمة أهدافها من معارضة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وتثبيت موقعها كنقطة مركزية للاقتصاد الأوروبي الآسيوي. فهل استعد الغرب جيدا لسيناريوهات ما بعد الدخول الروسي للأراضي الأوكرانية؟ أم تشهد أوروبا قرم ثانية تولد من الشر؟ مستمرون معكم مشاهدين في تغطيتنا للأزمة الروسية الأوكرانية في قصة اليوم، تابعونا.